اداره النادي الاهلي وايضا المشرف العام على اللجنه العليا المنظمه لبطولتي طبعا افريقيا للكره الطائره رجال وسيدات. يمكن مجهود مميز ان شاء الله يتوج باذن الله النادي الاهلي سيدات ورجال في هذه البطوله، لكن اشتغلتوا ازاي على البطوله واسناد كمان بطولتين في وقت ده؟ النادي الاهلي حصد بطولات كتير جدا ونظم بطولات كتير، لكن دي هيبقى ليها شكل واستراتيجيه مختلفه على ما اعتقد زمان. احنا البدايه كانت من المجلس السابق قدم على البطولتين، واحنا استكملنا مع المحادثات والمفاوضات مع الاتحاد الافريقي لحد ما تم اسناد البطولتين للنادي الاهلي، وتم تحديد المؤتمر الصحفي النهارده لتوقيع العقود. احنا كان في من يومين لجنه من الاتحاد الافريقي جت فتشت على الملاعب وعلى الفنادق، والحمد لله الدنيا كلها كانت تمام. احنا ان شاء الله انا شكلت كل اللجان المسؤوله عن البطوله وبدانا العمل، وان شاء الله ننظم بطوله تليق باسم النادي الاهلي وجمهوره، وان شاء الله يعني بنتمنى التوفيق لكل الفرق ونتمنى لهم اقامه سعيده في مصر باذن الله. كلمات كانت مؤثره من دكتور عمرو علواني بثقته الكبيره في النادي الاهلي، والنادي الاهلي يمكن حقق نتائج مميزه جدا في البطولات، ده بينعكس عليكم ازاي كاعضاء مجلس اداره استاذ محمد في هذه اللحظه؟ هو طبعا كلمات يعني دكتور عمرو ابن من ابناء النادي الاهلي، ويعني تربي جوه النادي الاهلي، وطبعا برضو كلماته بتحملنا مسؤوليه ان النادي الاهلي يسعى ان شاء الله يعني يحقق البطولتين. هو على ارضه وفي وسط جمهوره. لسه كنت اقول لك على ارضنا وصلت الشهداء وصلت الامير عبد الله فيصل، هتستقبل جمهور النادي الاهلي، ادى رساله مميزه في البطوله العربيه للانسات الفتره اللي فاتت، بنتمنى ان يبقى الرساله اقوى وحضور اقوى وفي نفس الوقت يكون تشجيع فقط لغير النادي الاهلي. في الاخر خالص احنا بنمتلك فريقين سواء على السيدات او الرجال، فريقين كلهم مستواهم متميز جدا، احنا ان شاء الله نجتهد وان شاء الله ربنا يعني التوفيق يكون حليفنا ان شاء الله في البطولتين. رساله لكل المنظمين اللي هيشاركوا في البطولتين دول، ان شاء الله بنتمنى لهم يكون على قدر المسؤوليه، لكن كمشرف على اللجنه العليا حابب تقول لكل الناس اللي هتنظم هذه البطوله يا محمد؟ الناس كلها اللي موجوده مع سواء رؤساء اللجان او اعضاء اللجان كلهم على قدر المسؤوليه، كلهم عندهم الخبره وعندهم يعني كلهم كفاءات، واحنا ان شاء الله باذن الله هننظم بطوله تليق